صباحكم الله بخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صيف البحرين. في هالحلقة بنرافقكم إن شاء الله في مواضيع وفقرات جديدة ومختلفة لهذا الصباح. صباحك خير حمد. صباح النور إيمان، أسعد الله صباحكم مشاهدينا. ساعة على الهواء بنستعرض فيها محطات متنوعة لصباح يوم الثلاثاء، وبدت الأجواء تتغير. العصر صار أحلى، تقدر يعني حق ركوب الخيل، دراجة الهوائية، ممارسة الرياضة الخارجية في الأجواء حلوة. يمكن من العصر للمغربية أيوة. بدأ الجو يصير أحسن يعني، عشان لأن الجو تغير تعدل. صح. الرطوبة ما زالت موجودة يعني، الرطوبة موجودة بس يعني تغيرت الأجواء يمكن عن الشهرين اللي طافوا. أتوقع هالفترة حلوة أنه حق ركوب الخيل شيء ممتاز. أيوة والله الرياضات الخارجية أنا معاها. صح. أتفق. إيه؟ عندنا شيء عن الخيل. في البداية خلونا أكيد في فقرتنا هذه الأسبوعية راح نتكلم فيها عن الخيول، وراح نتعرف أكثر على سباقات القدرة والتحمل وطرق تدريب الخيول والفرسان لهذا النوع من السباقات. نشوف التقرير وراجعين لكم. سباقات القدرة والتحمل هي سباقات المسافات الطويلة حق الفارس والحصان. اوكي، لازم يكونون الاثنين عندهم اللياقة الكافية حق يقدرون يشاركون فيها، من ناحية الاستمرار، من ناحية الفتنس، الاثنين لازم يكونون عندهم نفس اللياقة. سباقات القدرة في سروج خاصة تختلف عن السروج العادية من ناحية الوزن، من ناحية الشكل، وفي عندنا العراقات، احنا النمتات اللي نقول عنها بعد نفس الشيء تختلف عن النمتات العادية. طريقات التدريب تختلف، لأننا نبتدي وياها احنا الخيل تقريبا من أعمارها الخمس سنوات نبتدي ندربها. أول شيء نأسسها على الأساس التدريب الصح اللي احنا نسميه الفلات وورك. الفلات وورك هو الأساس في تدريب الخيل، شلون يمشي بالطريقة الصح، شلون يطلع تروت اللي احنا نقول الخبب، شلون يطلع كانتر بالطريقة الصح، شلون يبدل ليد، شلون تشينج ليد او تشينج، واللي يكون جاهز الحصان على هذه المساعدة. عقب نبتدي وياه تدريجيا ندربه حق المسافات. المسافات التدريب تختلف، انت يعني عندك حصان مثلا متدرب من قبل، عندك حصان مبتدئ وياه، تختلف الحين مثلا كل مدرب او كل حصان يختلف تدريبه. انت ما تقدرين تدربين كل الخيل نفس التدريب، يختلفون عن بعض. ومن ناحيه ثانيه التدريب مثلا نبتدي وياه من شيء بسيط، مثلا في البدايه مثلا مشي، نطلع مسافات 5 كيلو 4 كيلو على المدرب اللي يغرب، وعقب نرفع المستوى، نطلع مثلا التروت، نروح مسافات، عقب نطلع الكانتر مسافات، نبتدي لنا تأهيلية. وفي تمارين ثانية مثلا السباحة، في تمارين الأبهيل احنا نقول المرتفعات لازم تدربينهم يروحون على مرتفعات وشغلات هاي. هو أهم شيء يكون أول شيء الفارس اللي تدرب لازم يكون تدرب أول شيء شلون من الأساسيات ورايح. عند الأساسيات مهمة، هي أن أنت الفارس هو اللي يقدر يتعلم، يعني اللي يقدر هو اللي بيحرك الحصان بالطريقة الصح. من عقب يعني إذا كان الفارس عنده النوليدج من ناحية شلون يركب بالطريقة الصح، شلون يحرك الحصان بالطريقة الصح، شلون يعتني، شلون يحس بالحصان، يقدر عقب يدش على سباقات القدرة أو أي شيء ثاني. هي كتأهيلي يحتاج إن أنا أهلك الفارس إذا بالطريقة الصح. ويختلف هو فارس عن فارس، 3 ليفلز في الفرسان. في فارس يتعلم بسرعه، في فارس ياخذ وقت، في فارس ياخذ وقت ازيد. انت شلون
انت شلون توصلين لنا المعلومه، شلون تدربينه بالطريقه الصح. انا اقدر مثلا ساعات اذا فارس حاط على روحه ملتزم انه مثلا في 3 شهور نقدر نجهزه عشان ندخله مثلا 40 كيلو واحده. وفي ساعات فارس يلج في شهرين او في شهر ونص عنده مثلا خلفيه من قبل نقدرها. هو المهم ان الفارس كل ما تدرب كل ما تطور. المسافات عندنا متنوعه، اوكي؟ اول مسافات نبتدي يعني المحليه، في عندنا محليه ودوليه. تكون 40 كيلو اول شيء حق الفارس يروح مرتين، وعقب يروح مرتين 80 كيلو، وعقب ال 80 كيلو تنقسم. اول شيء 80 كيلو شلون؟ مثلا عندك يروح اول شيء 40 كيلو او ساعات يروح 40 تين بس، وساعات انه يقول لك عشان انه يعني يروح 40 الاولى وعقب يروح 30 او سوري 20 وعقب 20، اوكي يخلص له. الحين القوانين الجديده عندنا لازم انه يروح الحصان 80 80 و100 كيلو قيروا عشان يكون الفارس دولي وان ستارت. ننتقل لفقرتنا التالية، تعمل شؤون الجمارك على مواصلة دورها المتقدم في مجال دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في جذب المستثمر من خلال ما تقدمه من خدمات جمركية متميزة والاستعانة بالتقنيات الحديثة والمعدات المتطورة في مجال فحص الشحنات الواردة وكذلك تسهيل حركة نقل البضائع. يأتي ذلك حرصا على التطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الاحترازية بما يسهم في الحد من انتشار كورونا. واكيد الحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو النقيب محمد عبد الله الكبيسي، رئيس فرع الدوريات بشؤون الجمارك القائم بمهام رئيس فرع شركات النقل السريع. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صبحكم الله بالنور، ونشكركم على اتاحه الفرصه ذي للتواصل مع عملائنا كشؤون جمارك. يا هلا ويا مرحبا فيك. يمكن في البدايه في ظل الاحترازات المعموله بها لمواجهه كورونا، شنو هي ابرز الاجراءات اللي يقوم بها رجال الجمارك؟ طبعا بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية وسيدي معالي رئيس الجمارك تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس، منها وضع خطة طوارئ وذلك لمواجهة أي تفشي لهذا الفيروس عن طريق وضع قوة إسناد، وكذلك تم توفير العديد من أدوات الوقاية الشخصية لضباط الجمارك للحد من الانتشار، وأيضا تم تطبيق التباعد الاجتماعي عن طريق القيام بجميع العمليات الجمركية بمنصة نظام أفق، وهي منصة تتيح إجراء عملية التخليص الإلكتروني عن بعد عبر أي جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت. نعم، ودي أسألك أكثر نقيب، هل توجد انعكاسات سلبية للتغيير بهذه الإجراءات يمكن على الشحنات أو عمليات الإفساح؟ والله على العكس تماما، اللي تفاجأنا فيه أن تم إلزام المخلصين بالتقيد او باستعمال الوسائل المتاحه واللي هي اغلبها متاح في السابق. نعم. بس ان هذه الجائحه خلتهم ان يستعملونها بشكل اكثر او بتقيد اكثر في استعمالها عن بعد، وتبين ان هذا الشيء ينعكس ايجابا على سرعه الافساح عن الشحنات. يمكن في بعض يمكن الاسباب اللي قد تسبب في تاخير بعض الشحنات شنو هي تكون دائما؟ والله الأسباب غالبا ما تكون مثلا عدم حصول على موافقات من الجهات الرقابية، أو على سبيل المثال عدم توفر المستندات الكافية الجمركية. أي نعم، طبعا المستندات تم تقليصها إلى مستندين فقط اللي هي بليصة الشحن وكذلك الفاتورة الجمركية الفاتورة التجارية. ولذلك يعني نوجه رسالة حق عملائنا أنهم يحرصون على التأكد على وجود الفاتورة التجارية داخل الطر او داخل الشحنه الجمركيه. نعم، يعني ودي اسالك اكثر، هل هناك اولويات معينه في عمليه الافراج، وهل يرتبط هذا الشيء يمكن بنوعيه الشحنه نفسها؟ اي نعم، عندنا بضائع نطلق عليها اللي هي البضائع القابله للتلف، اللي هي في الغالب تكون مواد غذائيه سواء لحوم او فواكه او خضروات، وعندنا ايضا المواد الطبيه وعلى حسب ايضا الظروف. ففي الوقت الحالي يتم الافساح عن الشحنات الخاصه بمكافحه فيروس كورونا. نعم. بشكل آلي وتلقائي وفوري. نعم، طبقت شؤون الجمارك ضريبه القيمه المضافه على
يمكن المستوردات الشخصيه، شنو هي يعني الاليه حق الاحتساب في هذا الموضوع؟ طبعا مثل ما خبرتكم ان احنا نستعمل نظام الكتروني اللي هو نظام افق، يقوم فيه المخلص بادخال مدخلات معينه. المدخلات تكون المفروض انها تكون مطابقه لبوليصه الشحن وللفاتوره التجاريه، وبناء على هذه المدخلات يقوم النظام باحتساب بشكل آلي، احتساب ضريبه سواء انتقائيه او غيرها من الضرائب. ومتى يعفي المستورد بصفه شخصيه يمكن عن دفع الضريبه الجمركيه؟ هذا السؤال جدا مهم. طبعا نود نوضح حق العملاء صح، نعم. وحق المشاهدين بصوره اكبر. بخصوص الشحنات الشخصيه متى يتم الاعفاء؟ يتم الاعفاء في حاله توفر 4 شروط. الشرط الاول اللي هو ان تكون الشحنه ذات صفه شخصيه وليس كميه تجاريه. الشرط الثاني لا يكون صاحب الشحنه من ممارسي النشاط التجاري. الشرط الثالث ان لا تكون الشحنه من الطبق مشتقاته او من السلع ذات الطبيعه الخاصه، نقصد فيها هي السلع اللي تطبق عليها الضريبه الانتقائيه. الشرط الاخير اللي هو الشرط الرابع ان تكون قيمه الفاتوره التجاريه المرفقه في الشحنه لا تتجاوز 300 دينار بحريني او ما يعادلها من العملات الاجنبيه. هاي بالنسبه حق يمكن البضاعه او الاشياء المستورده الشخصيه. الاعفاء الشخصي نعم. 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 اذا تعدت على هاي المبلغ انك تدفع عليها الضريبه. اي نعم. اي نعم صح. يمكن جهود الجمارك كبيره، طبعا اكيد تطوير العمل الجمركي يستند على بعض الجوانب على تعزيز العلاقه مع الشركاء، شنو الاشياء اللي دائما تحرص عليها الجمارك لتعزيز هذه الخدمه؟ طبعا مثل ما وضحت في السابق ان احنا جهه تنفيذيه نقوم بتنفيذ القوانين والقرارات من الجهات الاخرى. عندنا العديد من الشركاء او اللي احنا نسميها الجهات الرقابيه او جهات القيد. فهذه علاقتنا مباشره وياهم لان احنا مربوطين معاهم بنظام الكتروني على اساس انهم يعطونا الافساح او التصريح عن البضائع او الافساح عن البضائع نفسها. وايضا قامت شؤون الجمارك بتوقيع اتفاقيات مستوى اداء الخدمه مع العديد من هذه الجهات، ذلك لتعزيز الشراكه بيننا وبينهم وايضا لزياده الايرادات وللاسراع في الافساح عن الشحنات. يعني ما شاء الله شؤون الجمارك وايضا وزاره الداخليه تقوم جهود كبيره جدا في خدمه يعني الصف الاول المجتمع صح وخدمه المواطن، فاكيد نشكر تواجدك حضورك معنا النقيب محمد عبد الله الكبيسي، شكرا لهذه الجهود الكبيره، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم على تحت الفرصه. شكرا لك. فاصل قصير وراجعين مع باقي محطاتنا في صيف البحرين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن خلال جهود إدارتها المختلفة والقرارات اللي تقوم بإصدارها تسعى في المقام الأول إلى تحقيق راحة المواطن على صعيد الجانب الاقتصادي وتسهيل عليهم، وقرار الجوهر الاقتصادي يعد من أهم هذه القرارات. صحيح، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسن عبد الله الغنامي رئيس قسم التحليل العمالي والمعلومات الاقتصادية بدائرة رقابة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يا هلا ومرحبا فيك وصباح مرحبا الخير. مرحبا فيكم وصباح الخير. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ. يعني أستاذ اليوم بنتكلم عن يمكن القرار اللي صدر مؤخرا اللي هو عن الجوهر الاقتصادي، كلمنا أكثر عن هذا القرار وشنو المقصود بالجوهر الاقتصادي؟ في الحقيقة إذا أردنا الحديث عن موضوع الجوهر الاقتصادي فلا بد لنا من الحديث حول 3 أبعاد. البعد الأول هو البعد الدولي، والبعد الثاني هو البعد القانوني، والبعد الثالث هو البعد الاقتصادي. بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008 كثر الحديث عن ظاهرة التهرب الضريبي وتآكل الوعاء الضريبي التي قدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 100 إلى 250 مليار دولار سنوياً، مما يعني استنزافاً حاداً لاقتصاد الكثير من الدول. بعدها تحرك العالم على مستوى حكومات، على مستوى مؤسسات، على مستوى تكتلات اقتصادية، تكتلات سياسية ومنظمات دولية، فأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من المعايير من شأنها محاربة هذه الظاهرة وكبح جماحها.
من ضمن تلك المعايير هو المعيار الخامس المتعلق بالجوهر الاقتصادي. وبما أن مملكة البحرين عضو في تلك المنظمة فكان لزاما عليها أن تطبق الحد الأدنى من تلك المعايير. وعلى هذا الأساس بادرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار القرار رقم 106 الخاص بالجوهر الاقتصادي. فنحن عندما نتحدث عن الجوهر الاقتصادي فإننا نتحدث عن الوجود الحقيقي للمنشأة، بمعنى وجودها برأس مالها، بأصولها، باستثماراتها، بإدارتها، بموظفيها، بمدخولاتها، بمصروفاتها، بأرباحها. الوجود الحقيقي للمنشأة يعني وجود اقتصاد حقيقي، يعني وجود اقتصاد سليم، اقتصاد نشط منتج قادر على مجابهة التحديات في المستقبل، وهذا في النهاية ما نطمح إليه إن شاء الله. نعم. يمكن شنو الشركات أو المؤسسات الملزم بتطبيق هذا القرار وكم عددهم تقريبا؟ في الحقيقة القرار حدد مجموعة من الأنشطة على كل من يمارس أي من هذه الأنشطة سواء كانت مؤسسة أو شركة عليها الالتزام بتطبيق هذا القرار. تلك الأنشطة هي أولا أنشطة المقار الرئيسية، أنشطة الشركات القابضة، أنشطة التوزيع، أنشطة التأجير، وأنشطة الشحن، وأنشطة الملكية الفكرية، مع الملاحظة بأن هذه القائمة غير نهائية. ربما أن تتغير مع تغير الظروف، ولكن هذا ما ارتأه الخبراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وقرره وزير الصناعة والتجارة والسياحة. أما بخصوص العدد الإجمالي الخاضع تحت هذا القرار فهو يقدر لحد اليوم ب 4200 سجل تجاري. نعم استاذ، ودي اتكلم اكثر، كيف يمكن للمنشأة التجارية التأكد من التزمت يعني بهذه القانون او هذا القرار بالتحديد؟ هناك ثلاثة امور على المؤسسة او الشركة القيام بها للتأكد ما اذا كانت هي ملتزمة بهذا القرار من عدمه. الأمر الأول أو خلينا نطلق عليهم اختبارات. الاختبار الأول هو اختبار النشاط، إذ لابد لهذه المنشأة أن تمارس ممارسة فعلية للنشاط، بمعنى لا يكفي أن يكون هذا النشاط من ضمن الأنشطة المدرجة على قائمة السجل في وزارة الصناعة والتجارة، إذ لابد أن تكون هناك ممارسة فعلية على أرض الواقع، ولابد أن تكون تلك الممارسة في مملكة البحرين. هذا الاختبار الأول. الاختبار الآخر هو اختبار الإدارة. لا بد أن يكون هناك مجلس إدارة لاتخاذ القرارات، ولا بد لهذا المجلس أن يجتمع، ولا بد أن يكون هناك نصابا قانونيا لكل هذه الاجتماعات، ولا بد أن يكون هناك محضر لهذه الاجتماعات، ولا بد لهذه المحاضر أن توقع من أعضاء مجلس الإدارة وأن تحفظ في سجلات الشركة أو سجلات المؤسسة في مملكة البحرين. أنا أصر على كلمة في مملكة البحرين، تكون موجودة على أرض الواقع. على أرض الواقع. أما الاختبار الأخير وهو الاختبار الثالث فنحن نطلق عليه اختبار الملائمة أو ما يطلق عليه The Adequacy Test. إحنا هنا نتكلم عن الكيف وليس الكم، بمعنى لابد أن يكون هناك عددا كاف من الموظفين يتناسب ونشاط الشركة، لابد أن يكون هناك عددا كاف من الأصول تتناسب وأعمال الشركة، يكون في توازن. بالضبط، يكون في توازن، ولا بد أن يكون هناك مقدارا من المصاريف يتناسب وأعمال الشركة، وهكذا. هذه في مجمل الاختبارات الثلاثة. بعد التأكد منها بإمكان الشركة أو المؤسسة استكمال الإقرار الخاص وإرساله إلى وزارة الصناعة والتجارة. يتم يعني استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المنشأة. نعم، هذا السؤال اللي بغيت أسأل، موضوع الإقرار الخاص، شلون تتم العملية تقديم الشركات أو المؤسسات إلى وزارة الصناعة والتجارة، يعني شلون تكون تتم الآلية؟ هذا الإقرار اللي يتوجب على أي شركة أو مؤسسة تمارس أي من أنشطة الجوهر الاقتصادي، إكمال هذا الإقرار وإرساله إلى وزارة الصناعة والتجارة خلال 3 أشهر من تاريخ السنة المالية للشركة. يتضمن هذا الإقرار مجموعة من المعلومات، بعضها خاص والبعض الآخر عام. المعلومات العامة يمكن أن تندرج تحت اسم الشركة، سجل الشركة، عنوان الشركة، نشاط الشركة. بقية المعلومات يمكن أن تتحدث عن إدارة الشركة، مؤهلاتهم،
موظفي الشركة، مؤهلاتهم، مصروفات الشركة، أرباحها، أصولها. هذه المعلومات اللي مطلوب أن توفرها. كل هذه المعلومات تكون موضوعة في الإقرار الخاص. بالضبط. مسؤولية استكمال هذا الإقرار تقع في الأساس على عاتق الشركة أو المؤسسة، ولكن يمكن أن تسند إلى جهة خارجية كمدقق الحسابات أو كمكتب استشاري إذا ما ارتأت الشركة أو المؤسسة ذلك. ولكن مثل ما ذكرنا أنه يجب عليهم إرسال هذا الإقرار خلال 3 أشهر لتجنب أي مساءلة قانونية. جميل. أستاذ، ودي أسألك بالنسبة حق مثلاً الشركة أو منشأة عندها تزاول نشاطات كثيرة وقدمت على هذا القرار اللي هو الجوهر الاقتصادي، وفي نشاط ما تمارسه، فهل يتم استكمال إدراجها تحت هذا القرار اللي هو الجوهر الاقتصادي؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد، القرار لم يستثني أي شيء من هذا القبيل. إذا كانت إذا كان هذا النشاط مدرج من ضمن الأنشطة على هذا السجل، فعلى صاحب السجل سواء كانت شركة أو مؤسسة تقديم هذا الإقرار، ومن ثم تقع المسؤولية على الوزارة في التأكد من هذه المعلومة. ولكن في المحصلة لابد من استكمال هذا الإقرار وإرساله إلى الوزارة. حلو. ممكن خلينا نتكلم عن دور الوزارة التثقيفي بهذا الشأن وهذا القرار، شنو الأشياء الإجراءات اللي سويتوها؟ في اعتقادي بأن وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيه من سعادة الوزير قامت بدور جبار في هذا الشأن. بعد صدور القرار أصدرنا دليل إرشادي خاص بالجوهر الاقتصادي. هذا الدليل تضمن معلومات متكاملة وشرح واف عن كل نشاط وكيفية التطبيق، وكنا من أوائل الدول التي أصدرت مثل هذه الأدلة على مستوى العالم، وكان هذا الدليل لقى استحسان من جهات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي. وأيضا كان هناك حضورا للوزارة في مسألة الكوفيد 19، فأصدرنا دليل أو إجراءات استرشادية أخرى للتعامل مع القرار في ظل هذه الجائحة الموجودة في البحرين وعلى مستوى العالم. كما قمنا أو قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص 10 خطوط هاتفية لاستقبال الأسئلة والإجابة عليها والاستفسارات. نعم، بالضبط. وكما قامت الوزارة أيضا بتخصيص بريد إلكتروني خاص لاستقبال أي استفسارات في هذا الخصوص. وبتوجيه من سعادة وزير الصناعة والتجارة قمنا مؤخرا بحملة اتصالات تثقيفية واسعة على كل من ينطبق عليه هذا القرار من أجل ضمان حصول نسبة عالية من الالتزام على مستوى البحرين. أكيد بلا شك، يعني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بأمور تثقيفية كثيرة، ونفس ما تفضلت وذكرت، يعني شكرا لك أستاذ عبد الله الغنامي على تواجدك حضورك معنا اليوم، فعلا نورتنا واستفدنا من هذه المعلومات، يمكن المشاهدين بعد صاروا يعرفون أكثر عن الجوهر الاقتصادي. شكرا لك، يعطيك العافية. إن شاء الله يعافيكم. بعد الفاصل بنتكلم عن سر من أسرار السعادة وهو السلام الداخلي، خلكم معنا. مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. ثقافة السلام الداخلي تعتبر حالة من الوعي والتنوير اللي كلنا نطمح له، وفي وقتنا الحالي صارت الحاجة للسلام الداخلي أو باللغة الدارجة ومثل ما احنا نسميها راحة البال أكبر ويانا. وأكيد الحديث أكثر حول هذا الموضوع نستعد اليوم، وأكيد نسعد باستضافة مدربة السعادة الأستاذة نسيم عبد اللطيف. صباحك الله بالخير. صباح يا أهلا، مرحبا فيك أستاذة نسيم. مرحبا. صباح اليوم الورد. السعادة الداخلية وراحة البال. راحة البال ونسيم اسمها. يعني الهدوء كله والسعادة كلها. من السلام الداخلي. خلينا نعرفه أول شيء في البداية نسيم عن موضوع السلام الداخلي. الناس تقول سلام داخلي سلام، خلينا نعرفه حق الناس. خلينا نتكلم شوي بشكل مبسط. الحياة دائما فيها أوقات حلوة وأوقات صعبة. الأوقات الحلوة طبعا ما حد عنده مشكلة معها. الشطارة وين؟ لما تكون في الأوقات الصعبة
وتحس بنفس الإحساس لما تحسه في الأوقات الحلوة، اللي هو إحساس الطمأنينة، السكون، الهدوء النفسي. هذه نقول إن الشخص عنده سلام داخلي. هذه تعريف بسيط مبسط بالنسبة حق السلام الداخلي. لكن ودي أسألك نسيم اليوم، شلون ممكن يعني نوصل لهذه راحة البال أو السلام الداخلي؟ شنو الأساليب المتبعة عشان نتخذ هذه الراحة الداخلية؟ هو في أساليب كثيرة طبعاً، بس أنا في تدريبي أحب أركز على أهم 5 نقاط اللي أشوفها تفيد مع الكلاينتس. أول نقطة إن أنت تشوف الواقع كما هو من غير أي إضافات عاطفية. يعني شلون؟ إحنا كبشر نحب نضخم المواضيع سواء الإيجابية أو السلبية. يعني الإيجابية إذا يصير عندنا شيء مفرح، مثلاً نجح الشخص في الامتحان، أوه يحس إنه هو نجح في امتحان الدنيا كلها، يشوف الدنيا وردية ويبتدي يتخيل وراها أشياء من عقله، بس تخيلات في عقله، بعدين ينصدم بالواقع. صحيح. أو أشياء سلبية، مثلاً إذا خسر الشخص، خسر وظيفة، خسر علاقة، خسر مبلغ من المال، شنو أنا انتهيت، أنا تدمرت، أنا يحط ضغط نفسي على نفسه. على نفسه. ببساطة يقدر يسمي الموضوع الشيء بمسماه الحقيقي. يعني مثلا أنا خسرت هاي المبلغ من المال، أنا خسرت هاي الوظيفة، بس أثرها وقعها على نفسك يكون أخف. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، تقدر تتعامل مع أمور الحياة ببساطة أكثر. يعني شلون؟ يعني إذا نكون مضغوطين ساعات في أمور، ساعات عندنا أكثر من تاسك، أكثر من مهمة، لا تحاول تسوي كل المهمات مع بعض، ركز على الأهم، ركز عليه انجزه فالمهم، فكذي البساطة تهدي من نفسيتك. نقطة ثالثة، ممكن ان انت تخفف من تفكير شوي. مشكلة احنا شو نسوي اذا صار هاي الشيء؟ بو بعدين بيصير لي كذي وبيصير لي كذي. صح. من عندنا من عندنا بروحه. اي، ونطلع افلام ونطلع قصص تسوي خوف وتسوي ثقل على نفسنا، ونسوي بروحنا، ترى نتعب بروحنا. فخفف من هاي التفكير عشان نفسك تكون مرتاحة أقل من الإجهاد، من التعب. النصيحة اللي وايد أحب أذكرها في كل مكان، إنه لازم نعيش اللحظة. إحنا عقلنا ما يعرف يعيش هذه اللحظة، مبرمج إنه يرجع لنا ذكريات الماضي، الأشياء الحزينة اللي صارت لنا والمتعبة، ونعيد ونزيد فيها، أو يعطينا تخيلات في المستقبل. فانت دائما، عشان كذي احنا دائما ننصح بالتامل. التامل يعلمك ان انت تعيش اللحظه الحاليه، بتشوف انها هي لحظه حلوه وخفيفه، ترى ما فيها اي مشاكل. المشاكل والخوف وهاي الاحاسيس كلها تنبع من وين؟ من عقلي. من العقل. صحيح. فدائما ارجع عقلي الى اللحظه الحاليه. يمكن استاذ دائما يجي في بالي هالموضوع، ان يعني الموضوع يجي من مخك. صح. هل في مهاره معينه انك انت تسوي مثلا بلوك حق هاي الاشياء؟ تقدر انك انت ما تفكر فيها بطريقه سلبيه مثل ما تكلمنا. احنا ما نقول نسوي بلوك، لان العقل هو عضو مثل باقي الاعضاء. انت ما نبي نوقف القلب وما نبي نوقف الرئه. العقل موجود، لكن احنا شنو نحب؟ ندرب العقل بانه يركز على الاشياء الايجابيه، ويركز على هذه اللحظه اللي انا فيها الحين. وهو طبعا اكبر احسن تمرين هو التامل. فالإنسان كل ما، أو في طريقة الوعي الكلي إحنا نسميها، الإنسان أي وقت يخصص له مثلاً في اليوم 5 دقائق في البداية يتنفس ويركز على النفس، يركز على موسيقى معينة، يركز على صوت معين. كذي أنت تعلم نفسك بأن عقلك متى ما يشرد بالأفكار أنت ترجع إلى هذه اللحظة. بالمديتيشن وبالتأمل. أيوة. نقدر ممكن يعني نفس ما قال حمد المصطلح نحط بلك. إحنا ما نبي نحط بلك، لكن نبي شوي نسوي ترين. ودايم في البداية أكيد صعب، لأن مثل ما تتعلم مهارة جديدة تكون صعبة عليك في البداية. تشوف مخك everywhere أول شيء، ويفكر في كل شيء، فالإنسان يتعب ييأس ويقول خلاص ما أبي أسوي. صح. بس تقبل هاي الشيء، تقول أنا هاي شيء جديد علي. مع الوقت مع الممارسه بتشوف انه سهل، بيكون سهل انك تطبقه بعدين، بتعتمده كطريقه في الحياه. صح. ايوه، شيء اساسي يكون في الحياه. نسيم، ودي اسالك اكثر بالنسبه حق الاشخاص اللي دائما يربطون سعادتهم وناستهم باشخاص معينه، او بالمال، او بفتره معينه، بشغله معينه. في ناس تختار في البلاي ستيشن تزعل. ايه تزعل يومين. والله في ناس يعني يحبون يربطون حياتهم ويعني بشكل ايجابي، لما مثلا ارتبطوا بعمل معين، باشخاص معين، انا بكون مستانس. صح. او انا خلاص ما بيهمني ذا. اوكي، هي اول شيء احنا متى نشعر صج بالسلام الداخلي؟
إذا أنت كنت متصل بحقيقتك الذاتية، إحنا نقول تتعرف على ذاتك. إحنا عبارة عن روح ساكنة جسد، والروح الله سبحانه وتعالى خلقها فيها الحب، من صفاتها الحب، الوفرة، السلام، كل هاي الأشياء. فإحنا السلام والهدوء والحب من داخلنا، من سمات روحنا يعني. فالمشكلة إن إحنا ما نعرف هاي الشيء، نغض النظر عن هاي الشيء ونبتدي ندور مصادر خارجية للإحساس بالسلام. فيقول لك مثلاً، مثل المثال اللي قلتي، أنا إذا حصلت هاي المبلغ، إذا حصلت فلوس، بو خلاص بكون مرتاح، بكون سعيد، الدنيا وردية. في الحقيقة أنت قاعد شو تسوي؟ تحط ضغط على نفسك وعقلك إن أنا لازم أوصل حق هاي الشيء، والله ما بحس بالسعادة. ثاني شيء، أنت قاعد تأجل إحساسك بالسلام. أنت الحين تقدر تحس، لأنه هو روحك هي من سماتها السلام. فأنت ليش تأجل؟ الحين أقدر أحصل السلام، الحين أقدر أحصل السعادة. ثالث شيء، أنت بتنصدم، لأن وقت اللي يلك الشيء اللي أنت تتمناه، سواء زوج أو زوجة أو علاقة أو فلوس أو أي شيء، أنت موقف سلام الداخلي لحد ما تحصل عليه، بيت، قرض، أي شيء، هو بيعطيك صح سلام داخلي، بس لوقت محدد، لفترة معينة، فترة معينة، لأن هو شيء خارجي، والشيء الخارجي متغير، مو دائم مثل طبيعتك الروحية. صح. أستاذة، تكلمنا عن موضوع الشخص شلون يتحكم بهذه الأفكار، لكن أحياناً بعض الناس تأثر على ناس، يعني ساعات أنت جالس شخص، أنت أمورك يعني عندك سلام داخلي، ولكن يأثر عليك شخص ثاني. صح. فشلون تقدر تتعامل مع هاي المواقف؟ ممتاز، لأن ساعات صج الناس تشتغل على روحها. أيوة. وتسوي يعني تتطور من نفسها وتوصل إلى السلام. صح. الداخلي مثل ما قلت، بس تقعد ويا واحد هو مزاجه معفوس، أو اللي حولك مثلا. أيوة. هو مزاجه معفوس، فيعفس لك يومك كله. فمن هني أنت لازم تفصل، تتعلم بأنك تفصل شعورك عن، تقعد ويا صح، بس يكون في حاجز. وقت اللي يكون عندك الوعي ان انا ما هذه في الطاقه، ان انا طاقتي الايجابيه ما بخلي اي واحد بانه ياثر عليها. فانت بتتعامل وياه وبتعطيه النصح وكل شيء، لكن انت لانك واعي حق هالنقطه، فبيكون في مثل الحاجز ما بتخليه ياثر عليك، فسلامك الداخلي لن يتزعزع. لان انا شفت يعني بعد يا كذي، يا هو الشخص اللي انت قاعد معاه مثلاً يكون في طاقة سلبية وأنت عندك سلام وعندك طاقة إيجابية. صح. يا يصير هو يعطيك الطاقة دي السلبية وأنت تصير سلبي، أو العكس، أو العكس. أنت تعطي الطاقة الإيجابية. شوف، هو هذه الطاقة الإيجابية إحنا أول ما نقعد من النوم تكون عندنا فل دائماً. من كذي نقول لكم دائما حافظوا عليها الصبح، طولوها كثر ما تقدرون، لا تطلعون الأخبار، لا تطلعون أي شيء ضايقكم. إيه؟ صح. فهذه الطاقة الإيجابية إحنا عندنا، بعدين تبتدي شنو وتعاملنا مع، مثل ما قلت، أتعامل مع هاي الشخص هو سلبي ياخذ، أفكر في هاي الشيء ياخذ لنهاية اليوم وتنفذ الطاقة وأرد أشحن. إنزين، أنا لما أقعد مع شخص دائما بتعلم روحك، أنا أقعد مع هاي الشخص أنا مرتاح، تحس كذي براحة. صح. تحس إنك تبي تسولف معاه، واصل، معناته إن أنت إيجابي. صح. وإيجابي. بس من تقعد مع شخص وتحس حتى لو ما يقول لك ساعات شيء، ما يغلط بالكلام، بس سبحان الله تحس روحك متضايق، تحس روحك تعبان. في هذه الحالة هاي الأشخاص قلل احتكاكك فيهم كثر ما تقدر، ومثل ما قلنا تخلون حاجز، وأنت دائما حاول تدير الحوار، يعني لا تخليه يسترسل بالسلبي. أنت دير الحوار، يعني سأله على قد الموضوع وخلاص. لأن أنت ما بتقدر أن توقف طاقته السلبية. صح. وأنت صح. مو مسؤول أصلاً عن أنك توقف طاقته السلبية. صح. أنت عليك من نفسك، من نفسك. إذا كل إنسان كل إنسان أهو اشتغل على روحه بطاقة إيجابية، كلنا بنكون الحمد لله يعني. نعم. أستاذ، ودي أسألك أكثر بخصوص الوعي بالنسبة حق الناس، يعني قلتي المديتيشن ممكن من الأمور اللي تغير، يعني يمكن. صح. هذه الفكرة، أو يكون الشخص يتعايش مع نفسه براحة بال وسلام الداخلي. صح. اليوم الناس عندها وعي عن هذا الموضوع، لأن أنا دائماً أشوف يمكن حتى في السوشيال ميديا المديتيشن مرتبط مثلاً بشمعة، بحجر أو شيء كذي، هل هذه فعلاً صح؟ بحر، هل هذه فعلاً يزيد من راحة البال والسلام الداخلي؟ المديتيشن والله الحركات الإكسترا، يعني المديتيشن مع الإكسترا مع الوعي اللي عند الناس. شوفي، المديتيشن
أنا قبل 7 سنوات ما توقعت نفسي إني أنا أسوي مديتيشن، أحسه شيء كول بس ما كنت أصلاً أعرف بالفرق بين اليوغا والمديتيشن. الحين صار شيء ضروري من ضروريات الحياة، لأنها كأنك ريتشارجينج حق شحنتك. في المديتيشن مو بس ريتشارجينج، أنت تتواصلين مع ذاتك، فدائما دائما حاولوا تحافظون عليها، مو انه شيء فانسي، انه شيء حق روحك، بروسس هذه حق نفسك انت تسوينها. بخصوص الشمعه والحجر او الميوزك، يعتمد على مود الشخص. يعني انت شنو الشيء اللي بيساعدك انك انت تسترسلين توصلين لهذا؟ أيوة، ما في شيء يقطعك. الموسيقى تساعدك مثلا، كل ما انت تشردين بتفكيرك الموسيقى بترجعك. الكاندل انا ما اقدر اسوي مع كاندل المديتيشن، ليش؟ لان الفلاشينج اوف اللايت هاي الصغير اتانويمي، هو يعتمد على الشخص، على الشخص. فانت مع المحاوله بتعرفين شنو الشيء اللي بيساهم في ان انت تطولين عمليه المديتيشن. المديتيشن بتحتاجينه بعدين كعلاج، كتدريب للتركيز، لحل المشاكل. تعرفين اذا يصير عندك مشكله، دائما احنا اذا تصير عندنا مشكله شو يصير عندنا؟ العقل المنطقي نصكه، نبتدي نتصرف بعواطفنا. صح، عشان كذي بعدين نقول انا ليش قلت هاي الكلام، او ليش سويت، ليش ما تصرفت هاي التصرف، ليش؟ لان بعدين العقل المنطقي هو اللي يشتغل. المديتيشن تعلمك ان انت في وسط الازمات هو شغال، لانه موجود، لان انت عرفتي تدربينه صح، نفسك صح. يمكن احنا بتكلم عن اخر نقطة اللي هي موضوع السوشيال ميديا. ناس ما قالت يمكن إيمان إن في ناس يحطون كذي، تقول والله هذه طاقة إيجابية عنده مليون، عقبها بكم من ستوري تلاقي طاقة سلبية. فيعني هل هاي كان شو يعني؟ ناس ما قلت أنت هاي شيء حق روحك، ليش تروي للناس؟ بالضبط. يعني في بعض الناس تبي تروي أنه هو عنده سلام داخلي، ولكن هو لا. بين العكس صح. يمكن هل السوشيال ميديا ما له علاقة بالسلام الداخلي؟ المفروض شيء خاص فيك أنت. توافقيني هاي الرأي؟ أوافقك، بس بعد في تعليق بسيط، هو صح بس بعد في تعليق إنه هو ممكن يكون إيجابي، لأن أنت بس بعدين في الأخير هو يعتمد على الشخص. لأن في ناس فعلًا تحط المديتيشن، تحط هي الأساليب مالتها تشجع الناس، تخلي عندهم وعي إن هاي شيء موجود وحلو وممكن أسوي. بس بعد يعتمد على الشخص، في كل شيء فيه الزين والشين، فأنت دائمًا اختار الشيء الزين اللي تناسبك، يعني اللي تحس إن هي بتطور من وعيك. إن شاء الله يا ربي أيامنا كلها تكون سلام داخلي وراحة. إحنا عندنا سلام داخلي الحمد لله. أنا حسيت good vibes أول ما دخلت من أول الباب. حبيبتي ما شاء الله عليكم أستاذة نسيم عبد اللطيف، وشكرا لك على هذه المعلومات اللي قدمتيها وعن السلام الداخلي. شكرا لك. شكرا لك. الرياضة أكيد للجميع، وتقدر تمارسها في أي مكان، والبحرين فيها العديد من الأماكن الحلوة لممارسة الرياضة، ولكن الرياضة الخارجية لها ميزة خاصة. زميلنا عبد النبي الجردابي كالعادة بيعرفنا أكثر عليها. في ظل هذه الأوضاع اللي احنا نشوفها، تحقق هناك أنشطة رياضية اجتماعية تحقق فيها كل مجال التباعد الاجتماعي. وهذه الرياضة تقودها امرأة تسمى في العصفور، جمعت كل الرياضيين حولها ويلعبون في الصالات أو خارج الصالات لتحقيق الترفيه والتعاون والفائدة للجميع. والله شعوري كلاعب جري مرتاح مع فريقي اللي تأسس 2019. الحمد لله الفريق لم شباب وشابات، كبار وصغار، فريق متناسق مع بعضه، فريق في محبة ومودة، في تجمعنا رياضة وتجمعنا أخوة، تجمعنا الخوات ويانا. كوني رياضي حبيت أشترك في Run for All واعطي كل ما عندي، كوني يعني عندي شهادة مدربين رياضة، واحب اساعد ربعي في مجال الرياضة. والله طريقة كلش جدا سهلة، يونا وايد عندنا بنات ما شاء الله عليهم قواي، وحوش عندنا
عندهم باسم وايد حلو، يدشون بطولات ويبنى بطولات ويبنى أرقام حلوة، وأردي مؤسس الفريق بنت. بعد هذا التقرير أكيد بندخل مشاهدينا أكثر معاكم تفاصيل الرياضة الخارجية مع ضيفتنا في العصفور. صباح النشاط والطاقة والرياضة الخارجية، وكنا نسولف الصبح صح. يمكن في بداية الحلقة نقولنا الهواء تغير شوية بالليل، صاروا الناس يحبون الرياضة الخارجية أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا في هاي الجو الحين هاليومين شوية بدأ شوية الجو يتحسن، بدأ شوية نقدر ننجز أفضل، تماريننا صارت أحسن. الأيام السابقة تعبنا فيها بس ما وقفنا يعني الحمد لله رب العالمين. أزمة كورونا ساعدتنا أن احنا في فترة ذي الصيف الحار والرطوبة والجو المتعب أن احنا نعطي أكثر بسبب أن الوقت عندنا أكبر. يمكن تكلمنا أنا وإيمان عن موضوع الجو صار أحسن للرياضة والخارجية، ولكن أنتوا من قبل لا يعتبر الجو أصلاً. إحنا من قبل. كلميني عن Run for All، فريقكم شلون تكون الفريق، شلون صارت الفكرة كلها؟ Run for All تكون ما بقول لك صدفة، هو يعني إن أنا يعني من بداية اشتراكي في سباقات، كنت لما أروح أشارك في سباقات كنت دائماً بروحي أركض بروحي، ما عندي أحد يعني، مع أن أنا في جيم بس ما عندي أحد معاي، كله بروحي. فحبيت أن أنا أكون مجموعة أن إحنا نمارس الرياضة خارج نطاق الجيم كتغيير، يعني إن بحيث أن أنت يومياً في الجيم تحس بملل، فيعني حلو أنك تشارك برا. فجاتني الفكرة في شهر رمضان العام، كنت قاعدة أتناقش مع عندنا كابتن الله يذكره بالخير، هو اللي وقف معاي، كابتن حسين الوادي وقف معاي وشجعني على الفكرة إن إحنا نبتدي نطلع نركض برا وناخذ من كل واحد 100 فلس تكون حق تبرعات أو حق ناس محتاجة في شهر رمضان، يعني نسوي عمل خيري. فوافقت الرأي وبدينا الموضوع، بدينا طبعا بعدد بسيط من الجيم، شوي شوي حبيت إنه نتوسع. وأنا أركض برا كنت أشوف هذه يركض بروحها وهذه بروحها وذي بروحها، فقلت ليش ما أكون فريق، ليش ما في ناس ما تقدر تروح جيم، ما تقدر تدفع صح. ما تقدر يعني ميزانيتها محدودة، فليش ما أنا أجيبهم في فريق واحد، وبالتالي يتحقق هدفي إن أنا لما أركض في ريس في معاي مجموعة، في معاي ناس يعني. فالحمد لله شوي شوي بدأوا الناس تكلمني، نبني معاك، انتوا اي فريق؟ الحمد لله لما وصلنا عدد ما شاء الله عدد عود، ما زلنا يعني من العام لهالسنة واحنا بشكل يومي العدد يزيد ما شاء الله. إيه العدد يزيد، ما نرد احد، هو لنا الهدف ان احنا نبي نجمع قد ما نقدر عدد كبير ونكونون معاكم تشجعون بعض كتشجيع وحق الرياضة. كتشجيع. أنا ودي أسألك، ذكرتي إنه ما تردون أحد، فأي أحد يبي يشارك معكم في هذه المجموعة يقدر يسجل أو يكلمك أو يتصل دايركت يتواصل معي؟ إيه بس طبعاً في اشتراطات، يعني تكون اشتراطات بسيطة. أولاً إنه هو يكون سليم صحياً، ما عنده أي أمراض مشاكل صحية. هذه أول شيء لازم إحنا نعرفه. ثاني شيء إنه يكون جاد بالالتزام. جاد بالالتزام، أهم شيء بالالتزام. يعني في ناس كانت تجيني تحن نبي ونبي يوم وخلاص، ويون يوم ونضيفهم ونحطهم في الجروب، ويون يوم ويختفون. فالحين لا، حطينا شروط إنه لازم تلتزم، ما التزمت يعني خلاص نستبعدك. الالتزام قلنا أهم شيء. بعد
وبس يعني شروطكم بسيطة. لا أشياء بسيطة يعني ما في صعوبات. مو كل من بيتحمل يمكن التمارين الشاقة اللي تسوونها ولا ليش مثلا ما يكون عنده مثلا الدافع أو الموتيفيشن إنه هو يكمل؟ لا في ناس بس كذي تبي تتجرب، في ناس تكون تحب الجيم أكثر. تجربة هي كيف النهاية. يبون يغيرون حق يوم يومين مثلا. في ناس ظروفهم العملية تمنعهم، في ناس تصيدهم مشاكل صحية. طبعا في يعني أسباب مقنعة وفي أسباب غير مقنعة. شنو أنواع الرياضات اللي تسوونها دائما في ال شوف احنا أساسا جري، تمارين تمارين جري، بس مع ذلك نحب ندخل باقي الرياضات. يعني ما ننكرها، رياضة ركوب الخيل، التجديف، الدراجة الهوائية، هاي نحب نمارسها بعد. ما نخلي ان احنا بس مقتصرين على فقط الجري. الجري بشكل يومي، بس ممكن في الاسبوع مرة نسوي تنويع او كترفيه، لان الجسم يحتاج. اذا انت يوميا بتروح تركض تركض تركض، وين الراحة النفسية؟ يعني انت لازم تعطي اللي حواليك ايضا راحة نفسية، تبني لهم سعادة، ثقة بالنفس، تكون عائلة. احنا عائلة واحدة، يعني مو شرط ان احنا قاعدين نتجمع بس فقط في الجري. فلازم انت والله شنو تحب؟ تحب تركب خيل؟ خلاص انا الاسبوع الجاي اسوي لك خيل. حلو. يعني تاخذين اراء يمكن الاشخاص اللي معاك بالتنويع الرياضي. فانتوا تطلعون بشكل يومي يعني تمارسون الرياضه يوميا. في اوقات معينه، في اماكن معينه تروحون لها؟ طبعا احنا نطلع في وقت اللي هو الشمس تكون شويه اخف، على 5:30 كذي نطلع. الاماكن اكثر شيء في منطقه مدينه عيسى الاستاد الوطني. نروح ووتر جاردن، نروح امواج، نروح مدينه سلمان، ننوع. نعم، لان احب الناس تجي معنا. يعني في ناس مال مثلا مدينه سلمان ودهم يجون معنا بس يكونوا بعيد، فنروح لهم. هذين احنا نعتبرهم كجست، يعني ان هم يجون معنا كجست. اذا حبوا يدشون ويانا الفريق بيدشون وبيواصلون معنا في كل المناطق اللي احنا نروحها. اي يعني مو شرط ان انا بروح هاي المنطقه بس احنا الفريق، ممكن اي احد. كنا نعلن في الانستغرام ان احنا مثلا بكره تمريننا في هاي المنطقه، اللي يحب يشاركنا يشاركنا. طبعا ازمه كورونا يعني خلتنا نوقف هذا الشيء. والفئات العمريه، في انا لاحظت في التقرير في فئات عمريه مختلفه. يعني شوفي احنا ناخذ من تقريبا ال 16 17 سنه وطالع. الطفلة ذي الصغيرة، هذه بنتي، هذه تحب تشاركني. ما شاء الله. يعني تشاركني في الرياضة، يعني أدخلها معي بعض التمارين تتمرن معي، بس طبعا الجري لا. شلون شفتوا تعاون الأجهزة الرسمية معاكم وقت أنتوا تطلعون تركضون، من خلال الأمان، من خلال كل هاي الأشياء؟ والله صراحة يعني شوف إحنا كالجهة الرسمية ما تعاملنا معها مباشرة بصورة رسمية، بس اللهم مثلا في الشوارع لما احنا نركض مثلا نبي نعبر مثلا شارع او كذا، مره صادنا موقف ان مثلا الشرطه يساعدونا، يوقفون مثلا سيايير يساعدونا. بالعكس حتى في ازمه كورونا يعني كنا نروح منطقه نلعب فيها، كانوا الشرطه يعني يستفقدون المكان، فكنا نستاذنهم والله احنا نبي نوقف، احنا عددنا 5 بس مثلا اللي بنسوي هاي التمرين ألعاب قوة، وباقي مثلا بيروحون جاري. فهم بالعكس يعني يقولون انه بس اهم شيء لبسوا الماسكات وخلكم شويه بعيد عن بعض. يعني ما كان في تعاون كبير صراحه. جميل. يعني ما يقصرون. جميل. في ودي اسالك، انتم ما شاء الله جروب يعني، وبين فتره في رياضات مختلفه وتركزون على الجري، ونفس ما تفضلت وذكرتي في مناطق ايضا مختلفه تزورونها، وعددكم كل مال ما شاء الله ويزيد. هل ايضا فكرتوا تدخلون الجانب الغذائي في المواعي؟ احنا نعرف ان الرياضه ما تكمل الا بالجانب الغذائي. اي والله شوفي احنا في عندنا فكره الحين ان احنا نجيب اخصائيين تغذيه. حلو. اي بس كلمت انا كذا شخص، قالوا شويه بس على اساس ان ازمه كورونا شوي بس تعدي على خير، وان شاء الله راح نسوي لهم برامج تثقيفيه ايضا ان شاء الله. يعني وان شاء الله تشاركون بعد في مسابقات كجروب كتيم كامل. شاركنا احنا شاركنا العام في 2019
موسم 2019 شاركنا في عده سباقات ما شاء الله لك يعني كجروب ما شاء الله كجروب يعني لا موجودين في السوشيال ميديا كل ما تشوف طلعون لي رن وين ودش انت كله شغالين لا الحمد لله شاركنا يعني كنت انا كنت بروحي الحين صاروا تقريبا يعني عددنا احنا 60 ما بقول لك 60 شخص شارك بس بقول لك تقريبا في حدود 30 شخص شارك معي ما شاء الله يعني النص بس عدد كبير بالنسبه بعد حق فريق تشاركون في المسابقه جميل اكيد كل الشكر لك على حضورك اليوم وصلنا اكيد يمكن ختام حلقتنا اليوم فيك لكن نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله شكرا الف شكر الف شكر لكم وتلفزيون البحرين والطاقم الموجود هنا نورتينا حبيبتي تسلمين بالتوفيق ان شاء الله نشارك وياهم عاد حنا لازم احنا قلنا الرياضات الخارجيه لازم انتظركم ان شاء الله مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم نلقاكم باكر في نفس الموعد في حلقه جديده مع السلامه